بعد ما خلصت لقائي مع حنان وصدمتني بالحقائق اللي أنا سمعتها، اتأكد لي أكتر وتحمست أكتر إن ملف فاطمة لسه ما اتقفلش، وإني لازم أوصل للنهاية فيه. زي ما شفته الحوار، إحنا ضحكنا وبكينا، ضحكنا أنا وحنان لأننا ما بنعرفش نعمل مكرونة بالبشاميل، إنما فاطمة بتعرف وبتطبخ، وكانت بتقول لنا على الطريقة. مش حفظ، هي ما كانتش حافظة، لأ، فاطمة حبيبتي كانت ست البيت، وهي اللي شايلة مسؤولية البيت، وهي اللي كانت بتطبخ وتعمل المكرونة في الفرن وتولع البوتاجاز. وزي ما شفت وهي بتقول لنا على الطريقة، كما لو كانت الست غالية الشيف اللي بتقدم برنامج الطبخ على قاهرة والناس. وبكينا على حال فاطمة اللي وحشية زوجة الأب تخليها تذنبها يومين ما تخليهاش تنام. التعذيب ده احنا بنشوفه مع المجرمين في المعتقلات اللي في الأفلام الأجنبية وبس. وبعدين مرات أبوها بقى كانت بتعمل إيه تفتكروا؟ كانت بتذنب فاطمة تفضل واقفة يومين، وإذا تعبت واتسندت على الحيطة تقول لها ممنوع تركني على الحيطة. وكانت هي والأب، فاطمة قالت لي وشرحت لي، إنهم بيعملوا عليها شفتات، الأب بالنهار بعدين ينزل يروح شغله بالليل، القهوة اللي كان بيشتغل فيها قهوجي، وبعدين بقى مرات أبوها تكون صحيت تمسك هي بقى شفت بالليل وتبدأ ورديتها على فاطمة، وتقعد تاكل قدام فاطمة، وفاطمة حبيبتي تبقى جعانة وتقول لها اديني حاجة أكلها، فتقول لها لا وهي تكمل أكل. ده كله بكانة، وده اللي خلاني أروح الاسم اللي محبوس فيه والد فاطمة وأحاول أعرف منه هو ليه عمل كده، وإيه كينونة مراته دي، وإيه يعني إيه اللي بيحصل ده. واللي خلاني عاوزة أروح كمان إنه إزاي طفلة زي فاطمة تبقى متلهفة تشبط فيا وعاوزة تيجي عشان تشوف الضابط اللي كان في الاسم اللي بيحقق في موضوعها. فأنا الحقيقة ما كنتش فاهمة، هل اللي حكيته حنان عن تعاطفهم مع حالة فاطمة هو حقيقي لدرجة إنهم يبعتوا عربية شرطة بضابط توديها مستشفى وتوديها النيابة؟ ده زود رغبتي إني أعرف هو ده بجد ولا لا. شايفين فاطمة؟ شايفين يعني هو في فعلا ضباط قلبهم كبير كده ولا أنا عايشة في فيلم؟ خلونا نشوف اللقاء مع الضابط اللي خلى فاطمة تشبط وتيجي معانا الاسم.